أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها تحركات الحوثيين وصالح الأخيرة والتسريبات التي تكشف عن مساعيهم في البحث عن مخارج آمنة في المرحلة الفاصلة من الحسم العسكري. نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في لجنة إدارية تابعة للحوثيين أن مسؤولين في ميليشيا الحوثي يزورون السعودية لإجراء محادثات حول إنهاء الصراع في اليمن. أضاف المسؤولان أن الزيارة بدأت يوم الاثنين تلبية لدعوة من مسؤولين سعوديين بعد أسبوع من المحادثات التحضيرية السرية. صحيفة الخليج الإماراتية ذكرت أن وفدا حوثيا يتكون من مشايخ وضباط دخلوا إلى المملكة عبر منفذ علب الحدودي، في حين وصل وفد قادم من السعودية في وقت سابق إلى إحدى مديريات محافظة صعدة. وبحسب مصادر صحفية فإن هناك عمليات تبادل لعدد من الأسرى بين الحوثيين والسعودية خلال الأيام الماضية. يأتي هذا بعد أن كشفت وسائل إعلامية عربية عن مراسلات سرية للمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ عن أن السعودية دخلت في مفاوضات سرية مباشرة مع الحوثيين وأنها وافقت مؤخرا على استئنافها في العاصمة الأردنية عمان. وقالت صحيفة رأي اليوم إنها اطلعت على نسخة من المراسلات للمبعوث الأممي تشير إلى أن الحوثيين على استعداد لاستئناف المفاوضات السرية المباشرة مع ممثلي المملكة العربية السعودية، ويتوقع أن تعقد جولة جديدة من المشاورات المباشرة بين الحوثيين والسعودية في الأردن وبمستوى تمثيل شخصين من كل طرف حسبما أوضحت المراسلات. على صلة بالأمر، ذكر مصدر دبلوماسي غربي أن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح أبلغ دولة الإمارات برغبته في الخروج من اليمن شرط أن تقدم أبو ظبي تسهيلات تتعلق بالطريقة التي سيخرج بها وعائلته. ونقلت مواقع عربية عن المصدر قوله إن الشرط تضمن أيضا تقديم ضمانات بسلامة جميع أملاكه وأمواله الموجودة في الإمارات. وقال المصدر إن المسؤولين في الإمارات لا زالوا يتفاوضون مع صالح منذ أيام حول الشروط التي قدمها مقابل خروجه من اليمن. تحركات الحوثيين وصالح الأخيرة والتسريبات التي تكشف عن مساعيهم في البحث عن مخارج آمنة موضوع حلقتنا من زوايا الحدث، لكن قبل أن نبدأ مشاهدينا نذهب لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود. الكثير من التسريبات والقليل من الحقائق. الوضع في اليمن وصل إلى أعلى مستويات الإثارة السياسية التي بات معها الجميع يبحث عن مخرج آمن له، وبما يضمن استمراره في مرحلة ما بعد الحرب التي أكلت الأخضر واليابس. امتدت الحرائق إلى أكثر من 17 محافظة وتجاوزت المواجهات الحدود، وارتفع دخانها في أكثر من عاصمة، فمن صنعاء إلى مسقط والرياض وطهران، وصولا إلى جنيف وواشنطن وموسكو، عواصم حفظ اليمنيون أسماءها جيدا وأعادوا متابعة كل الأخبار القادمة منها. الحرب الخيار الصعب والطريق التي ساق الحوثيون البلاد إليها قبل أن تتحول لكابوس وبداية لنهاية أحلام الخرافة المبنية على أوهام الاصطفاء والأفضلية. بعد مرور عام على الحرب بدأ الجميع في البحث عن حلول تكفل الخروج بأقل الخسائر، فصالح يبحث عن دور إماراتي يكفل خروجه من البلاد بشكل يكفل الحفاظ على مصالحه وسلامته وأسرته ويضمن عدم تعرض أملاكه للمصادرة والملاحقة. يرى صالح في الدور الروسي فرصة للنفاذ، وهو ما يكشف سر زياراته المتكررة لسفارة موسكو بصنعاء وتسريب أخبار مرض صالح وتدهور حالته الصحية، يعد مخرجا ملائما أمام أنصاره الذين وعدهم بالبقاء في أرض المعركة والموت فيها. حلفاء صالح أيضا من الحوثيين لم يكونوا خارج الصورة، وبدأوا منذ وقت مبكر في إعادة الحسابات بناء على تلك المعطيات والمتغيرات. وكانت بداية التهدئة منذ أسابيع حين تراجعت أخبار الهجمات التي يقوم بها مسلحو الميليشيا على الجانب السعودي من الحدود، وقيامهم بتسليم أسير سعودي بدون شرط أو قيد. مصادر قريبة من المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ نقلت عنه في وقت سابق أن السعودية دخلت في مفاوضات سرية مباشرة مع الحوثيين وأنها وافقت مؤخرا على استئنافها في العاصمة الأردنية عمان. لغة التعنت التي يتحدث بها الحوثيون عبر طاولة المفاوضات في جنيف تختلف تماما في الغرف المغلقة والتنازلات العابرة للحدود.
الحديث خارج إطار المفاوضات يتم برعاية خفية من قبل المبعوث الأممي، فالأنباء الواردة من الرياض ومن أبوظبي تقول على حد سواء أن لقاءات سابقة عقدها ولد الشيخ مع مسؤولين سعوديين وإماراتيين هي من مهدت الطريق أمام الحوثيين وصالح وفتحت الأبواب التي كانت موصدة خلال الفترة الماضية. في خضم البحث عن تسويات ونهاية لصراع القوى، يبقى ضحايا الصراع الحقيقيين غير مرئيين بشكل كامل، وتظل الضبابية والصفقات السرية وحدها سيدة الموقف. مشاهدينا الكرام، موضوع حلقتنا نناقشه مع ضيوفنا من الرياض الكاتب السعودي سليمان العقيلي، ومن الدوحة أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر الدكتور محمد المسفر، على أن ينضم إلينا لاحقا من لندن المحلل السياسي الدكتور محمد جميح. أبدأ معك سيد سليمان العقيلي، مساء الخير. يجري الحديث عن وصول وفد من الحوثيين إلى السعودية في إشارة إلى وجود مؤشرات أو في إشارة إلى وجود تفاوض سعودي حوثي، ما حقيقة هذه الأنباء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أحييك وأحيي الدكتور محمد المسفر والدكتور محمد جميح ومشاهديكم ومستمعيكم الكرام. في الواقع أن الرياض لم تعلن عن أي شيء من هذه المعلومات، ولكن نحن قرأناها في المواقع اليمنية والمواقع الإخبارية وبدأت تتواتر الأنباء، ولكني على ثقة تامة أنه أي خطوة سعودية هي تتم بالتعاون والتنسيق والتشاور مع الحكومة اليمنية ومع الرئيس عبد الرب منصور هادي بالذات، لأن المملكة العربية السعودية تحترم الشراكة السياسية، وخاصة أن هذه المعركة تختلط فيها الدماء اليمنية مع الدماء السعودية مع الدماء الخليجية بشكل عام. والتفاوض حتى ولو كان من وراء الكواليس وحتى لو كان بطريقة سرية، إذا كان سيؤدي إلى نتيجة سياسية جيدة تنهي الحرب إلى حيث تقوم الدولة اليمنية فلا مانع في ذلك. وأعتقد أنه بالفعل الحكومة اليمنية على اطلاع على كافة التفاصيل، والدليل أن التسريبات الأولى عن هذه المناسبة صدرت من مصادر الرئاسة اليمنية كما تابعت أنا في المواقع اليمنية والتي أتابعها ساعة بساعة. لذلك أنا على ثقة أن الرئيس اليمني والحكومة اليمنية هم في جو هذه المحادثات، وهم على موافقون عليها، وهم بالتأكيد يراقبون النتائج، لأنه في الواقع حتى وأن كانت هذه المحادثات كما يقول الحوثيون تركز على توقف القتال على الحدود السعودية اليمنية، إلا أنها بالتأكيد ستكون مدخل لحلحلة الأزمة. وأعتقد أن القوى الإنقلابية أصيبت في مقتل وهي تعاني بشكل كبير من قلة الرجال ومن يعني أوضاع اقتصادية وعسكرية سيئة للغاية، وقد رأينا كيف أنهم يجندون الأطفال. طيب برأيك أستاذ سليمان، في حال وجود هذه التحركات إذا كانت يعني فعلية ويعني على الأرض، من يقف وراء هذه التحركات بداخل البيت الخليجي في حال كانت هناك موافقة خليجية أو علم خليجي واسع فيها؟ يعني أنا أعتقد أنه الممثل الأمم المتحدة في الصورة، لأنه كما قيل حاول أنه يجمع السعودية مع الحوثيين في مسقط، ولا أدري عن صحة الأنباء التي يعني تواترت في قبل عدة أسابيع أو قبل عدة شهور عن لقاء في مسقط. ولكن أنا مدرك في الحقيقة أنه المملكة العربية السعودية لن تحيد قيد أنملة عن الخطوط العريضة للأهداف الاستراتيجية للحكومة اليمنية ولحلفائها في التحالف العربي. وإذا كانت المسألة أو المشكلة هي في يعني في طريقة المفاوضات أو في أسلوب إجرائها أو في القوى المشاركة فيها، فأعتقد أن هذه ليست معضلة بالنسبة للرياض. المعضلة الحقيقية هي تفهم الحوثيين
ولمسألة تراجعهم عن الاستيلاء على السلطة وعودة الحكومة لصنعاء. وأنا أعتقد أن مثل هذه المفاوضات الجانبية التي قد يرى البعض أنها ربما تكون ضارة بوفد التفاوض الحكومي، أنا أعتقد أنه إذا كان هذا التفاوض السعودي مع الحوثيين يجنب صنعاء الدمار فلا بأس في ذلك. طيب. نعم أستاذ سليمان. نعم. ينضم إلينا الآن الأستاذ أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر الدكتور محمد المسفر. دكتور محمد، يعني السعودية كانت واضحة في بداية التحالف العربي وتدخل الخليجي في اليمن، التدخل العربي في اليمن لدعم الشرعية، في أن الحوثيين هم جزء من العملية السياسية في اليمن وكذلك صالح، لكن شريطة النزع السلاح والعودة إلى مخرجات الحوار الوطني المبني على المبادرة الخليجية. الآن هناك وفد من الحوثيين يزور السعودية بحسب وكالة رويترز، وهناك توجه لاستئناف المباحثات السياسية كما دعا مجلس التعاون الخليجي. كيف تقرأ هذا التحول في مسار العلاقة في الوقت الذي يشتد القتال فيه، وهناك معارك عن معركة فاصلة في صنعاء، وعفوا هناك أنباء عن معركة فاصلة في صنعاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء لعل يعني العقل عاد إلى قيادة الحوثيين، ولعلهم أدركوا بأن هذا الصراع المسلح أو هذه القوة المسلحة لابد لها من نهاية، وأن النهاية ليست بيدهم وليس بقوتهم على الإطلاق. القوة بيد قوة أخرى وهي قوة التحالف العربي برا وبحرا وجوا، وبأيضا المعارضة والقوة الشعبية والجيش اليمني الصادق الذي ما زال مصر على دولته موحدة ذات مكانة ذات سيادة إلى آخره من هذا الموقف. أنا أعتقد أن الحوثيين أدركوا بأن الاستمرار في الحرب لم يعد يجدي نفعا، وأنه حان الوقت للجلوس على طاولة مفاوضات مع الفاعل الأول وهو قيادة التحالف العربي في المملكة العربية السعودية. ولعل اختيارهم بعد أن رفضوا الرياض وبعد أن رفضوا عواصم عربية أخرى إلا عمان، لعلهم اليوم يقبلون ليس بالرياض فقط وإنما يقبلون بمدينة أخرى وهي أبها، كما تقول الوكالات بأنهم اجتمعوا ببعض القيادات السياسية والعسكرية والأمنية في أبها في الثلاثة الأيام الماضية من أجل وضع تصور جديد ينهي هذه المعارك ويحل الإشكال وتعود السلطة الشرعية إلى سيرتها الأولى إلى العاصمة صنعاء، وبالتالي يتم تطبيق قرار مجلس الأمن 22/16 والقاضي بنزع سلاح كل القوى المعادية للسلطة الشرعية وتسليم السلاح إلى الجيش اليمني وعودة جميع الأطراف إلى ما كانت عليه قبل سبتمبر من العام الماضي من الحرب التي من عام 2014 عام 2014 عفوا. نعم. طيب، هل تعتقد بوجود دور إقليمي أو دولي بالأصح وراء هذا التحركات، يعني بالنظر إلى القضايا المطروحة على طاولة المجتمع الدولي وكذلك تقاسم المصالح في المنطقة العربية؟ هناك يعني هناك اجتهادات مختلفة، منها على سبيل المثال أنه الإيرانيين أصبحوا الآن هم في مأزق في داخل العراق بانقسام حلفائهم في داخل العراق، قضية النفوذ الروسي في دمشق أصبح هو الفاعل الأول وليس الإيرانيين في دمشق، لعل بعض الوسطاء الآخرين الذين يشيرون على الحوثي بأنه لابد من إيجاد حل نهائي وسريع قبل أن تصل هذه القوات إلى مواجهة حقيقية في داخل العاصمة صنعاء. وبالتالي أعتقد أن كل الضغوط الآن هي منصبة على علي عبد الله صالح والحوثيين بإنهاء هذه المعارك والعودة إلى الشرعية
وإلى تنفيذ القرارات السابقة الذي أصدرها مجلس الأمن ومجلس التعاون أو الاتفاق بين القوى اليمنية المختلفة في الحوار الوطني اليمني اليمني. طيب تفضل بالبقاء معنا دكتور. أعود إلى الأستاذ سليمان العقيلي. أستاذ سليمان، يعني في بيان مشترك جدد دول الخليج عن دعم جهود المبعوث الأممي لعقد جولة جديدة من المفاوضات اليمنية، هل نفهم من ذلك أن الحوثيين عقلوا أخيرا المسألة والوضع السياسي في اليمن وباتوا يبحثون عن مخارج من ما هم فيه الآن؟ نعم، في الواقع أنه هناك ظروف موضوعية سياسية كثيرة ربما تؤدي إلى إقناع الحوثيين بالتفاوض. أولا لا ننسى أن الحوثيين يتحركون في إطار المحور الإقليمي الإيراني، وأعتقد أن طهران الآن في وضع دبلوماسي مخنوق ومعزول إقليميا على الأقل، وهي في الواقع هي وحلفائها يعانون العزلة السياسية، ولذلك فالإشارات الصادرة من طهران الآن تدعو إلى يعني كسر هذه العزلة وإلى يعني تبديد هذا القلق الإقليمي. وآخر هذه التصريحات بهذا الشأن من الرئيس الإيراني روحاني أمس الذي قال أننا تعبنا من القلق الإقليمي والرهق السياسي في المنطقة، ومما يؤشر على أنه هناك توجه إيراني لحلحلة بعض الأمور، خاصة بعد أن اتضحت ملامح لتعزيز دور قوى الاعتدال، ولا أقول الإصلاحيين، قوى الاعتدال السياسي في طهران التي ترى أن الكلفة الحروب في المنطقة على طهران كلفة جسيمة جدا وسياسيا واقتصاديا، خاصة مع تراجع أسعار النفط. وأعتقد أن روحاني تشجع الآن أن يتخذ خطوة، وربما باركها المرشد الإيراني خامنئي، خاصة في ظل الانسداد الأفق في سوريا، لأنه إيران ربطت الوضع اليمني بالوضع السوري، وكانت تريد في واقع الأمر يعني أن تقايض اليمن بسوريا، ويعني أرسلت في الواقع إشارات للرياض بهذا الموضوع ولم تلقى آذانا صاغية من المملكة العربية السعودية، مما يدفعني للاستنتاج بأن الموقف الإيراني في طريقه إلى المرونة أكثر. هذا أولا. ثانيا، لا شك أنه الوضع العسكري واللوجستي للإنقلابيين في اليمن يتراجع بشكل خطير، يشبه حالة ما يشبه الانهيار، يعني ما يشبه الانهيار بالفعل، لأن الجيش الوطني اليمني، وأن نبارك للإنجازات التي حققها وقوى المقاومة المساندة له، تحقق إنجازات يومية. طيب في طرد عليك أستاذ سليمان، يعني أنت حدثت لربما معنا في وقت سابق في أحد البرامج هنا عن أن يعني من خلال رؤيتك للمشاورات الأممية التي كانت بين الأطراف اليمنية، هناك حاجة لوجود حوار سياسي ما بين السعودية وإيران بخصوص الملف اليمني، إذا كان يعني ذاكرتي صحيحة. هل يعني وجود حوار ما بين الحوثيين والسعودية يعني كممثلة عن التحالف العربي يعطي ضمانات أكثر لانصياع الحوثيين للحل السياسي، خاصة ونحن يعني نشاهدهم يتهربون من كثير من يعني الإجراءات التي أقرتها الأمم المتحدة، مثل إطلاق سراح المعتقلين المختطفين لديها، وكذلك فك الحصار عن تعز؟ أولا أخي الكريم، أنا لم أقل أن هناك حاجة لحوار سعودي إيراني، لأني أعرف موقف المملكة العربية السعودية برفض
هذا الحوار، لأنه حوار المقايضات، والمملكة العربية السعودية لا تريد أن تعترف لإيران بدور أو بنفوذ على الدول العربية، وليست في وارد الانصياع للشهوة الإيرانية في التسلط على الشعب العربي في الشرق الأوسط. هذه نقطة. النقطة الثانية، وأنا قلت أنه سابقا أن المملكة ترفض هذه الحوارات، ويبدو أنها يائست طهران من أفق أفق حوار سياسي مع الرياض رغم دعواتها المتتالية للمملكة بالحوار. ونذكر الدعوات صدرت حتى وقت قريب وهي تصدر من طهران، ولكن لم يعني تلقى استجابة من المملكة العربية السعودية. هذا أولا. ثانيا، أعتقد أنه حرص الحوثيين على الحوار مع المملكة العربية السعودية هو لتأمين مستقبلهم. يعني هم لديهم خوف في واقع الأمر من أن للمملكة العربية السعودية يعني رغبة في اجتثاثهم أو شيء من هذا، رغم أن المملكة لم تعلن في أي يوم أنها راغبة في إنهائهم سياسيا أو في يعني محوهم من الخريطة السياسية، ولكن هم يريدون اعتراف يبدو لي إقليمي من خلال المملكة العربية السعودية بهم كقوة سياسية. وأنا أعتقد أن هذا الاعتراف ليس مجاني، رغم أن المملكة لم تقل يوما أنها لا تعترف بهم، ولكن هذه الفرصة التي وفرتها الرياض للحوثيين مؤكد أنها ليست مجانية. يعني من ضمن التسريبات التي سمعت عنها أنه الحوار مع الحوثيين في أبها هذه الأيام يدور ليس فقط عن إيقاف عن هدنة أو إيقاف الاشتباك على الحدود، وإنما عن وضع علي عبد الله صالح، ولأن الحوثيين لا بخصوص هذا الملف به. أستاذ سليمان، أرجو أن تبقى معي. أعود إلى دكتور دكتور محمد المسفر، معنا أستاذ علوم السياسية من جامعة قطر. دكتور محمد، يعني بخصوص يعني العملية السياسية الآن متمركزة في اليمن حول طرف الشرعية وكذلك طرف الحوثيين وحليفهم صالح. نحن كنا نتحدث الآن عن الحوثيين في نقطة الحديث عن صالح، ويعني بالتطرق لما جاء به الأستاذ سليمان حول هذه التسريبات، كيف يعني ترى أنت موقف أو التسريبات التي تتحدث عن أن هناك محاولات لإخراج صالح من اليمن بدعوى أنه في حالة صحية متدهورة؟ يا سيدي، أعتقد أنه الحديث عن محاولة خروج علي عبد الله صالح من اليمن ليست جديدة، هي محاولات قديمة، وحاولوا حتى قبل يعني الاستيلاء على السلطة في صنعاء. الأمر الثاني أنه لا يهم، الذي يهم الآن أنه الحوثيين حلفائه في الحرب هذه قد انشقوا عنه بطريقة أو أخرى. قد يقول قائل لا، أن هناك اتفاق بين الحوثيين وعلي عبد الله صالح في أن يذهب فريق من الحوثيين إلى 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 الرياض أو إلى أبها أو إلى إلى المملكة لمقابلة قيادات سياسية هناك. أنا لا أصدق ذلك، وأنا أعتقد أن الحوثيين قد ملوا، لأنهم يعرفون ألاعيب علي عبد الله صالح، وبالتالي هم لعلهم شموا رائحة أنه قد يسلم الأمر وقد يستسلم أو قد يترك استخدام القوة الآن سواء في تعز أو في المناطق المختلفة في اليمن، وبالتالي هم لعلهم أرادوا أن يسبقوه إلى الرياض لإيجاد مخرج ينقذهم على الأقل، لأنه إذا سقطت مأرب وسقطت المناطق المجاورة لصعدة، صعدة يعني ستكون محاصرة، ستكون بلا مأوى بلا نصير، ولعل علي عبد الله صالح يجد له مخرج بحري يخرج كما خرجوا آخرين من اليمن في ظلام الليل. وبالتالي نقول أنه هو أعتقد أنه فوجئ بموقف الحوثيين من التواصل مباشرة مع السعوديين، رغم أن علي عبد الله صالح هو طلب سابقا أن يكون التفاوض بينه وبين السعوديين وليس عبر أي مؤسسات أخرى بما في ذلك المؤسسات الدولة، ولكن الآن اختلف الأمر واختلف الوضع
بعد تدهور الموقف العسكري في اليمن، وخاصة بعد تولي الفريق علي محسن القيادة، الرجل الذي يعرف مداخل ومخارج اليمن ويعرف النفسية اليمنية ويعرف الأصول والترابط القبلي، وقادر على تفكيك ذلك لصالح السلطة الشرعية والقيادة الشرعية اليمنية. وبالتالي أقول أنه لعله فوجئ، ولا أستبعد ذلك، وقد يصدر بيانا منه قريبا جدا، إما ليبارك أو ليحتج على هذه المقابلة أو الذهاب إلى الرياض أو إلى أبها. ورغم أنهم طلبوا أن يكون ذلك مطلب آخر إما في الأردن أو في المغرب، ولكن أعتقد أن السعوديين أصروا على أن يكون اللقاء في داخل المملكة وليس خارجها. طيب دعني دكتور أعود إلى الأستاذ سليمان بسؤال أخير له. أستاذ سليمان، إذا ما تحدثنا عن الوضع الآن في اليمن، هل تسعى السعودية لحسم الموقف في أسرع وقت ممكن وبأي حلول ممكنة، بغض النظر عن ما ستؤول إليه هذه الحلول مستقبلا؟ أولا أخي الكريم، لا يبدو أن المملكة تسير بالاتجاه الذي أشرت إليه، وهو الاستعجال، لأن العجلة لها كلفة ضخمة جدا، كلفة بشرية وكلفة تتعلق بالعمران اليمني وتتعلق بالبيئة اليمنية. ولذلك فالمخاطر التي كان يخشاها كثير من المحللين والمراقبين، ومنهم الدكتور محمد المسفر كما كنت أتابع، من أن الضغوطات ربما تؤثر على الحرب، يبدو أنها تم تجاوزها. وآخر هذه الضغوطات هي قرار مجلس الأمن الذي كان سيصدر بشأن اليمن، والذي أجهضته المملكة العربية السعودية بمساعيها الدبلوماسية، ودخلت في اشتباك مع رئيسة مجلس الأمن مندوبة إحدى الدول الأفريقية طبعا دنيا الآن. ويبدو أنه المملكة واثقة من سير المعركة، خاصة أنه الذي يقود المعركة الآن، الذي الجسم الحقيقي للمعركة الآن للصراع هم اليمنيون. يعني الجيش اليمني والمقاومة، والمملكة تريد بالفعل أن يكتسب الجيش اليمني الجديد الخبرات اللازمة، وقد تم تدريب عدة كتائب وألوية وفي دول الخليج، ويبدو أنه نجح بالفعل في تحقيق منجزات كبيرة. لذلك المملكة ليست حريصة على الانخراط في الأراضي اليمنية، الوجود التحالف في اليمن هو عبر التواجد السلاح الجو، وعبر الفرق الخاصة التي تساعد الجيش اليمني في عمليات خاصة، أو الدعم اللوجستي من خبراء ومستشارين أو هكذا. أشكرك لذلك. أشكرك أستاذ سليمان العقيلي الكاتب السعودي. نعم، وأعتذر لضيق الوقت. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ سليمان. أعود إلى الدكتور محمد المسفر بسؤال أخير أيضا. دكتور محمد، هناك على ما يبدو شبه توجه دولي لحل الأزمة في اليمن سياسيا بدعم روسي أمريكي، هل تعتقد أن هذا وارد؟ وإلى أي مدى ستنجح هذه المساعي الدبلوماسية في حل الأزمة بما يضمن تنفيذ كل ما ورد في القرارات الأممية؟ والله أنا مع الأسف الشديد، أنا لا أثق في الجهود الدولية حتى هذه الساعة، لأن الجهود الدولية كلها منصبة الآن على موقف حقن الدماء في اليمن. وسمعت الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي ماذا قال في هذا الموقف، ومع الأسف الشديد أنه أكثر من 500,000 قتيل في سوريا لم تهز البرلمان الأوروبي على الإطلاق في هذا الموقف. وعلى نحن بكل أسف وحزن وآلم شديد على الشهداء والذين سقطوا في المعارك في اليمن، نتمنى أن تقف الحرب هذه في أسرع وقت ممكن، لكني لا أطمئن على الإطلاق من تدخل إيراني روسي مصري اليوم كما يقولون مع روسيا لحل المشاكل هذه على الإطلاق، لأن لها كلفة غير منظورة في المستقبل. ولكني أنا أراهن على
حكمة ودبلوماسية المملكة العربية السعودية وموقفها النبيل والمشرف من هذه المسألة بعدم المساومة على الإطلاق في هذا المجال، وأن يكون الحل هو يمنيا، الحل يمنيا سعوديا خليجيا وليس غير ذلك، لأنه مهما أوتيت هذه القوى الأخرى سواء الأمم المتحدة سواء القوى الروسية والأمريكية وغير ذلك من هذا العمل ستكون مجزأة وستكون يعني تبريد للمعارك لتستأنف فيما بعد في أسرع وقت ممكن. لكني أنا أعتقد الآن أن الكفة لصالح قوى التحالف العربي في اليمن وللجيش اليمني أشكرك. وللمقاومة اليمنية، وأتمنى أن أخواننا في اليمن يترفعوا كثيرا عن اجترار الماضي وأن يؤمنوا بأنه لا مستقبل لهم على الإطلاق إلا بوحدة اليمن متكاملة مترابطة. ودعونا أولا نسقط هذا الثنائي الرهيب الذي يسيطر اليوم أشكرك على شكرا جزيلا الميادين. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد المسفر أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر. إذا مشاهدينا الكرام أشكركم أيضا على حسن المتابعة والإصغاء، وأشكر أيضا الدكتور محمد الجميح الذي كان من المفترض أن يكون معنا. في الأخير تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمن في التقديم، وتحيات محمد القاسم في الإعداد، وتحيات بقية أفراد الطاقم الفني. إلى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.